بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع درس في مكون الحكمة، عنوان الدرس اختار الصحبة الصالحة. الهدف من خلال هذا الدرس أن يتعرف المتعلم معنى الصحبة الصالحة، وأن يميز الصحبة الصالحة، وأن يرافق الأخيار. وضعية الانطلاق: رأت زينب أخاها مرادا يلعب مع أولاد يتلفظون بكلام قبيح، فدعته إلى تجنب أولئك الأصحاب، لكنه أصر على صحبتهم قائلا: لن أتأثر بهم، فما يجمعني بهم اللعب فقط. إذن ماذا رأت زينب؟ رأت أخاها يلعب مع أطفال. ماذا يفعلون؟ لقد كانوا يتلفظون بكلام سيء. ماذا قالت له؟ قالت له: عليك أن تتجنب هؤلاء الأصحاب. هل قبل أخوها هذا النصح؟ لا، أصر على مصاحبتهم، فقال لها أنه لن يتأثر بهم، لأنه لا تجمع بهم إلا اللعب. الآن نطلب رأيكم، في نظركم أيهم محق، زينب أم مراد؟ لننتظر الحديث الذي سيأتي لاحقا لنحكم عن هذه الوضعية. أقرأ وأفهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الآن سنحاول أن نفهم هذا الحديث. إذن هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح، وذكر لنا الجليس السوء. فالجليس الصالح شبهه بحامل المسك، والجليس السيء شبهه بنافخ الكير. فالمسك كما تعلمون وهو مادة رائحتها طيبة تخرج من بطن أحد أنواع الغزال، لكن نافخ الكير هو الحداد. إذن الآن إذا نحن يعني صاحبنا حامل المسك، فإما أن يعطينا المسك، وإما أن نشتري منه المسك، وإما أن نجد منه ريحا طيبة. إذا فهو لن يضرنا، لكن نافخ الكير إذا ما جلسنا مع نافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابنا بالشرار المتطاير، وإما أن نشتم رائحة خبيثة، يعني رائحة الدخان. إذن قلنا بما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم جليس السوء شبهه بجليس أو بنافخ الكير، وبما شبه الجليس الصالح شبهه بحامل المسك. فحامل المسك لن يضرك، إما أن تشتم منه المسك، إما أن تبتاع منه المسك، وإما أن يعطيك المسك، لكن مصاحبتك لنافخ الكير فسوف لن تستفيد شيئا، إما أنه سيحرق ثيابك، وإما ستشتم رائحة الدخان. الاستنتاج: نستنتج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: على الإنسان أن يختار جلساءه، أي رفقاءه، بحذر، فيجب أن يكونوا من أهل الصلاح والعلم والأخلاق. فالجليس الصالح لا يأتيك منه إلا الخير، والعكس صحيح. يعني نحن كتلاميذ ماذا تعلمنا؟ فيجب أن نختار رفاقنا من الأطفال الطيبين المتميزين بالسلوك الحسن وبالأخلاق الطيبة، أن نبتعد عن أطفال عن الأشرار، يعني أن نصاحب
الأخيار ونتجنب الأشرار. هذه هي خلاصة الحديث الذي قمنا بدراسته. الآن نحن أمام وضعية تقويمية. السند: قال الله تعالى في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. إذن الوضعية: أحلام تلميذة مجدة متفوقة في دراستها، إلا أن نتائجها تدهورت بعد مرافقتها لصديقتها فاطمة المعروفة بشغبها. لاحظت ذلك، وبعدما اطلعت على هذا الدرس قررت التدخل لمساعدة أحلام. التعليمات: قم بإقناع أحلام لتبتعد عن فاطمة مستشهدا بالسند السابق، يعني الآيات القرآنية وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعليم الثاني: قدم نصيحة لفاطمة لتغير سلوكها إلى الأفضل، محترما آداب الحوار الذي تعلمناه من النبي إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه آزر. إذن هنا في التعليم الثانية: فاطمة معروفة بسلوكها السيء، يجب أن نقدم لها النصيحة. شكرا على تتبعكم. يقول المثل: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. فإذا اخترت يعني أصدقاء السوء فسوف ينعتك الناس بالسيء، وإذا اخترت أن تعاشر من هم صالحين فستنعت بالصلاح. شكرا، إلى اللقاء.